مكنون، قصص نرويها عن الجوهرة التي أحيت السواحل الإماراتية. هي التراث، هي الثقافة، هي اللؤلؤة المكنونة. الملاحة البحرية مش يصنعون خرائط، كان يملحون في عرض البحر باستخدام الأجهزة الملاحية مثل آلة السدس، ويقيسون خطوط العرض وخطوط طولهم في عرض البحر، يستخدمون الشمس، يستخدمون الكواكب، يستخدمون النجوم، ويستخدمون القمر أيضا. اللي سمعتوه الحين هو محمد خلفان، محمد سالم الروم المهيري، وهو غواص متخصص بالعلوم البحرية. في هذا البودكاست رح نقابله هو ومتخصص آخر اسمه مصطفى الفردان، عشان نتعرف على معلومات أكثر في علم الخرائط البحرية ونشوف كيف كانوا يستخدموها في الغوص على اللؤلؤ. تخيل نفسك على قارب في نصف عرض البحر وعم بتحاول تلاقي طريقة توصل فيها على الساحل. الدنيا معتمة وفي عاصفة بطريقة إلك، وما في حد يساعدك أو يحكي لك وين تروح أو وين تيجي. شو هتعمل؟ إيش لو حكينا إنه كل اللي شافه قدامك ورقة عريضة كلها خطوط بالطول والعرض عشان تستخدمها لتندل الساحل؟ بس هاد في حال كنت تعرف تستخدم هاي الورقة. هل هتعرف تقرأها؟ هاي الورقة اسمها خريطة، وكان يعتمدوا عليها الناس بالتنقل والسفر من مكان لمكان. ما في شاشة بتتحرك، ما في زرار، ما في صوت يحكي لك روح يمين أو يسار. لازم تفرد الخريطة، تطلع ورقة وقلم وتحسب مسافة، وقصة طويلة عريضة. تخيل عاد إنه الخريطة هاي ما كانت بس تقتصر على السطح، بل بتشمل كمان تفاصيل أعماق البحار. وكانوا الغواصين مثلا في الخليج يحددوا مواقع مغصات اللؤلؤ في عمق البحر ويسجلوها على الخرائط عشان يرجعوا لها. فكانوا يعتمدوا على هاي المهنة لتوفير لقمة العيش، ويستخدموا الخرائط كأداة أساسية لتنفيذ هاي المهمة. أيام زمان كان كل 4 شهور يبعثوا بعث من الرجال والصبيان في رحلة طويلة مجهولة المصير، يكافحوا فيها في عرض البحر. كانوا يودعوا عائلاتهم كأنه آخر مرة يشوفوهم. ما كان حدا بيعرف متى أو مين حيرجع أو مين رح يبتلعوا البحر. طيب سيد محمد، حكينا إنه بيسافروا وبيستخدموا الخرائط لتساعدهم في الغوص على اللؤلؤ، لكن الآلة هاي موجودة يعني في أعماق البحار المعتمة وبتطلب الغوص لأمتار عشان يحصلوها. كيف بحدد موقعها على الخريطة؟ هل بروحوا مثلا بغوصوا بأي بقعة من بقاع البحر وبشوفوا والله إذا فيها محار أو لا؟ جميع سفن القوص دائما تعتمد على السردال، والسردال هو الدليل، فكانوا يعني يعتمدون على هذه الخرائط ويعتمدون على البلد، وهو البلد هو عبارة عن خيط يعطيك مقاس البحر وارتفاعه، لأن البحر لما تيجي عند مقاس اللؤلؤ بيكون عمقه يختلف عن المياه الباقية. المقاس يتحدد من جميع اتجاهاته، من كل الأعماق تختلف حواليه، فحتى لو كان بالليل يمشي هذا السردال بيعرف من البلد، يعرف نفسه هل هو على يمين الهير ولا على شمال على يساره، فبالتالي يحدد مساره ويوصل لحد موقع ايش المقاس. انا اقول انا الهير. يعني لكن المنطقه الواحده بتحتوي على العديد من المقاصات. سيد مصطفى، عندك فكره كيف كانوا مثلا يميزوهم من بعض، وعلى اساس مثلا كانوا يسموها؟ يعني في طبعا هم يصير نوع من التشالنج بين السفن وبين النواخذة، أن أنا شفت الموقع الفلاني، حتى ممكن يسمى باسم الشخص هذا أو صفة من صفات الشخص الكريم مثلا أو الطويل أو كذا، هير لنكتشف فلان من فلان.
فيصير بينهم تشالنج ويصير بينهم تحدي وتصير قصص. يعني من ضمن القصص يعني الخيالية عندهم ومتعارف عندها في أصحاب الشسمة، يقول مرة من المرات أحد النواخذة يعني أنه شاطر وأنه فكانوا يغوصون في موقع معين وطلعوا خير منه، فمبسوط أنه أخذ أنه هذا المكان خلاص يعني صار شسمة، قالوا نجي له السنة الجاية. فهو شكر الغاصة للغاصة وكذا وصبوا له قهوة يشرب القهوة، يوم خلص القهوة فلت الفنجان، فر الفنجان في البحر ومشوا. فيوم جت السنة الجاية قال طبعا قبل ما يبدأ يغوصون في واحد لازم قال له انزل هني شوف الفنجان موجود ولا لا. فأنا لما نزل شاف الفنجان، فنجان القهوة. يعني هذه متعارفة عندهم القصة. سيد محمد، أعتقد أن الخرائط العادية يعني مألوف بالنسبة لنا، بس يمكن مش الكل عنده فكرة مثلا كيف بتكون الخرائط البحرية أو مثلا اللي كانوا يستخدموها على الغوص على اللؤلؤ. هل في اختلاف بينهم؟ بما أن التكنولوجيا ما كانت متطورة، كيف كانوا يصنعوا هالخرائط؟ مش إحنا نرسم خرائط، المطبعة هي اللي تعمل الخرائط. فهي خرطة أصلا موجودة لكنها ما عليها مقاسات، فإحنا رحنا ثبتنا المقاسات على الخرطة هذه وأصبحت المقاسات معروفة أكثر بدقة أفضل عن ذي قبل. على الخرطة مواقع المقاسات هذه أصبحت المقاسات تقدر تقيسها بخطوط الطول وخطوط العرض، فأصبحت موجودة. الشيخ مانع بن راشد المكتوم هو وضع خرطة المقاسات، وهذه خرطة المقاسات تعتبر المرجع الرئيسي والوحيد عندنا في دولة الإمارات. بس يعني هذا الكلام كله بحث الخرائط أيام زمان لما كان الواحد مثلا لازم يفرض الخريطة ويقعد ساعة يحللها ويقرأها، بس الغوص على اللؤلؤ ما زال مستمر ليومنا الحالي، لكن الفرق أنه الحين في تكنولوجيا متطورة. كيف مثلا هالإشي أثر على الغوص على اللؤلؤ في الزمن الحديث؟ وكيف مثلا اختلفت الخرائط عن أيام زمان؟ صناعة الخرائط البحرية صار فيها تطور، ومقاسات العمق كانوا تقاس بالفضمز، والفضم هو عبارة عن 6 قدم. فراحوا غيروا من الخرائط القديمة الخرائط الحديثة، وغيروا من بدال الفضمز إلى الميترز. بعد صدور خرطة مانع أنا شخصيا أصدرت خارطة بحرية متطورة وضعت عليها المقاسات اللؤلؤ من خارطة مانع إلى الخارطة الجديدة هي خارطة الأدميرالتي البحرية البريطانية، وأصبحت دقتها تقريبا بنفس الشيء، لكنك تقدر تستخدم فيها الأجهزة الجي بي اس على أساس توصل على الموقع المقاس وتستخدمه. سيد مصطفى، إيش رأيك في الموضوع؟ صار يعني الغوص على اللؤلؤ مش متاح إلى أي أحد يروح، هذا رقم واحد. رقم اثنين، كل المناطق هذه صارت محميات. رقم ثلاثة، 100% تغيرت مواقع التكاثر هذه الأنواع من الأصداف. رقم أربعة، في أجهزة اليوم بسكانينجز from the satellite، يعني you don't need to have this، يعني from the satellite you just take the locations and put it in your GPS and you go to you don't need it. لو بدنا نرجع للمثال الأول وإحنا ضايعين في عرض البحر، بس بهاي الحالة بدنا ننظر إلى منظور عصري، يعني أكيد ما حتلاقي حدا ماسك خريطة ورقية بإيده، على الأغلب حيكون ماسك الموبايل وفيه هالجي بي إس وكبزة زر كل شي بينصف لك. طبعا الفضل كله برجع للتكنولوجيا الحديثة، وأكيد ما بننسى جهود أجدادنا في وضع هاي الخرائط قديما اللي كان لها دور كبير في تيسير حياتنا الحالية. للمزيد من المعلومات وقائمة من شاركونا بالعمل زوروا موقعنا الإلكتروني www.mcnoonexhibition.com أو زوروا صفحتنا على الإنستغرام mcnoonexhibition.